2008 ووجه الخطاب الأخير لصاحب الجلالة قوم بنتابع الظاهر مطالبة المجلس المكتب المسير لمجلس البلد بعقد دورة استثنائية لرفع عدد اللبس اللي على 240 هكتار مطالبة بإحصاء شامل للساكنة وعدد الأسر بزناتها الحد من اختصاص شركة لاصاص كنقولوا عليها الله ما بقاش تقوم مقام السلطة ما بقاش هي الأمير وهي الناهي عندها اختصاص ديالها وتهيئة زناتها فقط لا غير المطالبة باستفادة المتزوج والجدد بين قوسين دخلوا في التقادم رمضان 2011 2017 راه 6 سنين هادي راه كاين اللي ولات 3 الوليدات ولات عنده حالة مدنية راه ما يمكنش يمشي في نص المقامات ديالو المطالبة بإدماج الدواوير المقصية في مدينة زناتها الجديدة المطالبة بالأخير المطالبة بالأجوبة على الشكايات العالقة لأنهم مواطنون ما ينهز 8000 شكاية 8000 شكاية راه مواطنين و 8000 مواطن راه ما يسكتوش قبل ما نجيبش أجوبة على الشيء قبل من كلمة قبل من